يا فجري لما طل لو عندي يوم الفل صحيع وللناس محبوب. شبكي من انتي؟ بنتي؟ من انتي؟ بنتي؟ شو صاير معك؟ حبيبتي؟ ها؟ مين مساوي فيكي هيك؟ احكي شو صار معك؟ احكي لي بنتي، انت شو اسمك؟ مين اهلك؟ احكي بنتي، وين ساكني؟ ها؟ ها؟ مين الحيوان اللي سوى فيكي هيك؟ لا تسكتي، احكي بنتي قولي لي، ها؟ شو؟ الله لا يوفقه اللي سوى فيكي هيك. استني شوي، لا تخافي بنتي، رح اتصل بالاسعاف. اصبري شوي، اي حيوان اللي عمل هالعمله؟ أنا اتصلت بالإسعاف، هلأ بيجوا بياخدوكي. أنا بروح معك على المستشفى، لا تخافي. يا حوين شبابك يا مسكينة، لا تبكي بنتي. أنت شو اسمك ها؟ قولي لي يا عمري مشان تخبر أهلك. يلا وين ساكنة بنتي؟ يلا قولي لي، قولي لي، لا تخافي. يلا تماسكي وقولي لي. ها؟ ماشي ماشي خلاص حاجتك. طيب اهدي بنتي، اهدي اهدي. زودتها اختك كتير. صباح الخير. أنو خير هاد؟ ليش أختك بيجي من وشها خير؟ ابصر وين عم تدور. فاطمة ما طلعت من البيت بالليل ولهلأ ما رجعت. هالبنت فلتانة، أكيد راح تودع مصطفى. بترجع بترجع. بلا معلوم بتكون قاعدة بحضنه. استغفري ربك يا مرة، دور عليها قبل ما يطلع خلقي. إذا عم تسلموا نفسها من هلأ شو لازمة العرس؟ بالله بكرة بيتركها وبتضل ملحوشة بخلقتها. راح اتصل فيها. روقي موبايلها خربان، شو نسيت يعني لمعي؟ كل واحد أغبى من التاني. نسيان إنها نزعته وهي عم تسبى؟ إيه هلأ تذكرت، معناتها بتصل بمصطفى. لمعي لا طالع لي خلقي، روح شدها من شعره وجيبها، أكيد هنن بالبيت هلأ. روح. ماشي ماشي. اركض عجلك شوي.
ما فيها تستنى لتتزوجوا. قليلة الحياة بدها قتلي. ماما شوفي ما في شي، روح غسل وشك وفوت على التواليت. وين عمتي؟ بجهنم الحمرة. يلا فوت على الحمام، شو مستني؟ مصطفى موبايلك عم يرن، يمكن بيت حماك. هي اكيد فاطمه لانه موبايلها خربان. يسلموا ريس. حبيبتي تحبك هي بسبع روس. ميسر عم تجذب علي؟ انا بعرف انكم مع بعض. شو؟ اعطيها الموبايل يلا، انا بدي حكي. اعطيها اياه. ميسر انا هلا بالبحر. طلع من هالبواب مصطفى. يا الله اسمعني منيح، بعتت اخوها لعندك رح يقتلها للموت، خليها ترجع قبل ما يوصل بسرعه. ميسر قلت لك فاطمه ما انا معي هلا، شو بحلف لك؟ انا بالبحر من امبارح المساء. طيب وين المغضوبه؟ ما بعرف ليش من امتى طالعه. طلعت قبل ما يطلع الضوء، قال بدها تودعك. ما اجت لعندي. قلت لي ما شفتها؟ لا ما شفتها. طيب لوين راحت؟ اهدي ميسر، بجوز تكون بالطريق هلا وراجعه على البيت. انتوا امتى طلعتوا على الصيد؟ من قبل الفجر. معناها هي المفروض تكون هون. وين لهلا؟ صبري شوي بتلاقيها قدامك. شايف عمايلة؟ هالبنت مو مصلية عمني. اسمع مني، هالبنت رح ترجع لك راسك كتير صدقني. اطبعها من هلا. شو لزوم هالحكي هلا؟ لمعي بيكون لقاها ليرجع بعرف شغلي معه. بس ترجع خليها تتصل فيني. ها ايه مو لترجع بالاول مصطفى، نزعت لي مرائي من وش الصبح. وخليها تصلح موبايلها اليوم. ماشي بعدين بحكي معك. باي. مصطفى خبريني شو صار معه بالضبط. مثل ما انك شايف في حدا مغتصبه والبنت غاطت على قلبها، لهيك ما حسناني تحكي. الحمد لله على سلامتك. شو اسمك انتي؟ ما عم تقدر تحكي من شده الصدمه تقل لسانه. يلا ساعدوني شباب. سالت عن اهلها بس ما حكيت شي. خلوني ساعدكم بحملة. يلا يعطيكم العافية. الله يشفيك. يلا فاطمة طمني حبيبتي، أنا بحبك كتير وما بتركك. أول ما برجع بخلص البيت وما بستنى لتخلص الصيفية، بس ينتهي البيت نتزوج. أخي مصطفى وباقي الشباب طلعوا على الصيد؟ صار لهم طالعين من قبل الفجر. أختي فاطمة كانت هون؟ إجت لتودع مصطفى؟ ما شفتها. شكرا. وين راحت يعني؟ مصطفى طلع على الصيد وهي مانا بالبيت ولا ببيت الست زاهدة، وين فاطمة؟ ها؟ ها؟ أخي شفت أختي فاطمة؟ مين؟ فاطمة فاطمة هي بتكون أختي، خطيبته لمصطفى صياد معكن هون، ما شفتها لفاطمة؟ لا ما شفتها.